احكي لي بقى جمال بالتفصيل اللي تعرفه عن مقتل السيدة راوية. أنا سعادتك كل يوم الصبح بطلع الطلبات اللي كانت طالباها مني الست راوية من بالليل. في اليوم ده ما كانتش طالبة حاجات كتير، رحت اشتريتها وطلعت على طول على الشقة خبط. رنيت الجرس يا فندم، وبعدين لاحظت إن باب الشقة مفتوح وابتديت أنادي عليها. مدام راوية. شفت إيه بالظبط يا جمال؟ ولما لقيت كده اتصرفت ازاي؟ جريت سعادتك على شقه الاستاذ منى. ايه اللي حصل بالظبط؟ سعادتك انا ساعتها كنت في المطبخ بعمل قهوه. خير يا جمال؟ في ايه؟ الست راويه اتقتلت يا استاذ منى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلعت وطلع الطلبات لقيتها غرقانه في دمها. يا نهار اسود يا نهار اسود. طب بص يا جمال، مين عارف الموضوع ده غيرك؟ انا كنت اقول لك عشان نبلغ الحكومه. لا 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 لا، بص يا جمال، اوعى تبلغ الحكومه. ها انا في حبه اوراق خدهم على طول، وبعد كده انت بلغ زي ما انت عايز. ها فهمني يا جمال؟ وجمال وافقك كده على طول؟ ما حضرتك اول ما طلعنا وقفلنا الباب يعني هو وقف وقال لي انه لازم يطلع من الموضوع ده بمصلحه. بص احنا هندخل دلوقتي اوضتها واللي انت عايزه هتاخده. ها حلال عليك، لا اجمد كده. ها يلا. وإيه اللي بيخليك تتهم منعم بأن هو اللي قتلها؟ هو الوحيد اللي ليه هدف اللي هو يقتل الست راوية. بس أنت ولا مرة ذكرت الكلام ده. لسه فاكر الكلام ده دلوقتي والله العظيم سعادتك. ما حصلش يا فندم، وبعدين أكيد المحامي بتاعه هو اللي قايل له يقول الكلمتين دول. حضرتك أنا لا ندهت له ولا كلمته، هو اللي طلع وحكى لي كل حاجة، وبعدين يعني سعادتك ما يمكن هو اللي عملها بدافع أنه يعني عايز يسرقها ولا حاجة. ايه الموضوع يا باشا؟ انا بقالي كام يوم شغال على قضيه راوي، وعرفت ان كان في خط اسمها كان محطوط في عده ايفون واتقفل ليله الحادثه. النهارده التليفون ده اتفتح. عارف اتفتح فين؟ فين؟ في عماره راوي. وانا بقول لك هنلاقيه في شقه وليد. اتفضل يا باشا، ده تقرير عن وليد. الاب قتل الام علشان سمعتها السيئه، والاب انتحر جوه السجن. انت متخيل شخص زي وليد مر بالظروف دي كلها هيطلع انسان سوي؟ أكيد لا. يلا بينا نتحرك. يلا باشا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا عمر بيه. خير يا فندم؟ أنا جاي هنا عشان الموبايل الآيفون اللي ضرب. بس أنا معرفش ده رقم مين. وليد جوزك فين؟ مش عارفة، بس أكيد في الشغل. وليد اترفض من الشغل. يظهر إن حضرتك ما تعرفيش حاجات كتير قوي. عامة أنا هحتاج تيجي معانا القسم عشان نتكلم شوية، ومعنا إذن بتفتيش البيت. عارف التليفون ده بتاع مين؟ حضرتك جايبني هنا عشان التليفون ده؟ هجيبك هنا علشان انت متهم بقتل راوية محمد السبعي. والاتهام ده بقى على اساس ايه بالظبط؟ تنكر انا كنت على علاقة غير شرعية بيها؟ لا ما انكرش. ما
واحدة واحدة بقى عليا كده وبالتفصيل، هنبتدي نحكي من الأول. في شقة في العمارة عندنا فاضية، الراجل اللي كان ساكن فيها مات، وجوزي بيفكر يأجر الشقة دي، إيه رأيك؟ بس أجيب فلوسها منين دي؟ أكيد غالية أوي. أنت مالك أنت؟ أنا اللي هدفع. العمارة هنا من سنين طويلة وكلها عائلات، وأنا بصراحة ما كنتش ناوي أجر الشقة لشاب عازب، لكن أدبك وأخلاقك هما اللي مخليني مش قادر أرفض طلبك ولا أكسر مخاطرك. طب نقرا الفاتحة بقى؟ نقرا الفاتحة. هتيجي أنت ولا أجيلك؟ أنا نفسي أعرف ليه حبيبتي بتحب تصورينا طول الوقت؟ بحب أصور كل الوقت الحلو اللي بيني وبينك، عشان لما أبقى قاعدة لوحدي أفتكر كل الوقت الحلو ده. أنت إيه حكايتك بقى مع الست هبة دي؟ مالها هبة؟ تفكرني هبلة ولا عبيطة ولا إيه؟ إيه النظرات اللي كانت بينك وبينها على الفطار في آخر يوم رمضان دي؟ أنا غلطانة إن خليت حمدان يعزمك يوم. أنت في حاجة بينك وبينها؟ آه في، أنا هتجوزها. هتجوزها؟ آه هتجوزها. ببساطة كده بتقولها هتجوزها؟ اه ببساطة كده، زي ما انت متجوزة برضو ببساطة كده، ايه المشكلة يعني؟ ولا هو حلال عليك وحرام عليا؟ بس انا لما عرفتك كنت متجوزة، مش عرفتك وحبيتك وبقيت كل حياتي، وفي الآخر بقولك انا هروح اتجوز واحد تاني. قلت لك اتطلقي 100 مرة، بس انت اللي عينك من ورث الراجل. طب وانا هتسيبني؟ لا طبعا مش هسيبك، انا بحبك زي ما احنا ونفضل زي ما احنا. يعني من الآخر كده بقى انت لعبت بيا واستغليت. انا ما استغلتش حد. مش معقوله يعني جوزك يموت من هنا تطلبوا مني ان انا اطلق مراتي؟ ست طيبه ما عملتش معايا اي حاجه. عامل معاها كده ليه؟ خلاص نتجوز انا وانت في السر فتره، وبعد كده نبقى نقول لها. عمرها ما هتوافق. وانا كمان لا يمكن اقبل بده. طب اقسم بالله يا وليد، اقسم بالله لو ما نفذت اللي انا عايزاه لاكون منقدمك وعرفت عليك ست سيده. اعملي اللي انت عايزاه. بقول لك ايه يا رويا، ابعدي عني خالص، ما تقفيش في طريقي للاخر. بعد كده هي بقت مع فاروق وانا ارتحت، بس رجعت تاني تقول لي ان هي مش قادره تنساني، وفضلت مصممه ترجعني لغايه يوم الحادثه. كمل. وبعدين؟ وبعدين فضلت تتصل بيا وتهددني ان هي تقول لي هبه. وليد. نعم. عاوزاك. حاضر. ادخل. يلا. عايز ايه يا راجل؟ وليد انت عارف ان انا بحبك، وعارف ان انا بتعذب كل يوم بسببك، وفاروق ده ملوش اي قيمه ولا اي لازمه. انا حاولت مليون مره مليون مره اشيلك من دماغي ومعرفتش. انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ نرجع، ومش نرجع زي الاول، نتجوز. وانا وعدك ان اللي انت عايزه. انت عايز زفت ايه؟ اللي بتقولي ده مش هيحصل حتى لو استمتعت بقى دورت. انت فاهمه راوية؟ مش هنيه من دماغك، احسن لك واحسن لك. مش هشيلك من دماغي يا وليد، والا اقسم بالله العظيم لكون قايله لمراتك واهلها على كل حاجه. مفيش حد فيهم بيصدقك. تليفوني القديم عليه كل حاجه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صور وفيديوهات ومسجات اوريها لمراتك كلها. ومش كده وبس، انا كمان هعرفها ان انت صاحب فكره تزوير الامضة وضرب العقود. ولما خفت من الفضيحه قتلتك. سلاح الجريمه فين يا وليد؟ صدقني هي تستحق القتل بجد، وانا ما انكرش ان انا كنت خارج من عندها وانا ناوي ان انا اروح اقتلها، بس
والله ما قتلتها، والله ما قتلتها. الكلام ده تبقى تقوله بقى بكره ان شاء الله في النيابه وبعديها في المحكمه. والله ما قتلتها، كنت ناوي اعمل كده بس ما قتلتهاش. ليه يا بابا عايز تاخده بذنب اهله؟ هو ذنبه ايه؟ هو انسان كويس حبيبتي. هو ملوش ذنب في حاجه، لكن الله يسامحها بقى امه بقى، هي اللي ورثته عرضه. انا ما اضمنش تربيه ست زي دي تطلع راجل شكله ايه، خاصه ان الراجل ده ممكن يبقى ابو ولادك، لانه وارد جدا ان ولاده يتحملوا نتيجه الخطا ده ويدفعوا الثمن. عشان كده انا مش عايزك تتجوزيه، لاني خايف لا اشوفك في يوم من الايام واقفه قدامي وندمانه على الغلط ده. بابا انا هتحمل مسؤوليه اختياري. قررت المحكمة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بإبداء. كل ثانية بتمر بتقربني من الموت، مفيش بإيدي غير إن أدعي ربنا يسامحني ويغفر لي. يا رب تسامحيني يا هبة، آسف إني ما كنتش قد ثقتك فيا. أنا عشت عمري كله لجوايا غير اللي باين عليا. ربنا يسامحني ويسامح كل شخص وصلني للي أنا فيه دلوقتي. أنا اتظلمت من أقرب الناس ليا، أمي وأبوي. ما قتلتش حد، أنا مظلوم والله العظيم مظلوم. وليد استنى هنا بكلمك. طب أقسم بجلال الله لو ما رجعت لأكون مكلمة مراتك وحاكية لعيلتك وفضحك قدام عيالك. خليته بني ادم، وانت جيتي كده واتجوزتيه على الجاهز كده تحت ايجار الشقه اللي انت قاعده فيها دي، انا اللي بدفعها. انت عارفه انه خايف يتجوزني لانه خايف منك. بس انا خلاص بقى، خلاص اتخنقت وعليا وعلى اعدائي. انت ايه البجاحه والسفاله اللي بتتكلمي بيها دي؟ اسمعي يا بنت، انت بتتكلمي معايا تتكلمي عدل وتعرفي انت بتتكلمي مع مين. راويه اغلى حاجه عندي، ووليد ملك راويه بتاعي، يعني هتجوزه هيرجع لي، يعني هيرجع لي. والا هندمك على اغلى حاجه في حياتك. اغلى حاجه في حياتي ولادي يا رويه. الا ولادي يا رويه يبقى خافي عليهم. انا عندي فيديوهات على تليفوني بيني وبين ابوهم. لو ولادك الحلوين دول وزمايلهم في المدرسة شافوا بابي مع صاحبته وهي في حضنه، بتهيألي هيبقى شكلك وحش قوي انت وولادك. تحبي تتفرجي على الفيديوهات دي؟ اسكتي، ولادي جوه ومش عايزة اسمعهم الفضايح دي. خلينا نتفاهم ونتفق، زبيني على شقتك وانا هجيلك. ولادي يا روي، إلا ولادي يا روي يبقى خافي عليهم. كنت قاعدة معاها بغلي، وكنتش قادرة استوعب بجاحتها والجبروت اللي بتكلمني بيه. كنت شايفاها في صورة وحش مش بني آدم. إحساس كبير بالخوف اتمكنني، خوف على ولادي من ست ما عندهاش قلب ولا ضمير. ومع كل
كل طعنة كنت بحس إني بحمي ولادي، وما سبتهاش إلا وهي قطع النفس. مش ندمان على اللي عملته. أما وليد فعمره ما كان مخلص، عاش عمره كله خاين، وهو اللي وصلنا لكل ده.